أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من جرايد، نبدأها بأبرز العناوين. نتابع معا. في العرب القطرية، الغرافة والريان ينازلان ممثلي إيران. راية القطرية المعز علي أتمنى الاحتراف في أوروبا. شرق القطرية العميد 69 عاما من الإنجازات. وطن القطرية السداسية تطيح بكازوني من الخور. الأنباء الكويتية، سعد عناد الخصخصة لن تفيد الرياضة الكويتية. صباح الجديد العراقي، اتحاد الكرة يناقش أسباب الإخفاق الأسيوي مع كاتانيتش. شروق الجزائرية، ترجي يحتفل بمئويته اليوم وسط حضور دولي لافت. الإكيب الفرنسية، ديدي ديشان، يجب أن نؤمن بحظوظنا في دوري الأبطال. سبورت الإسبانية، فالفيردي، في مثل هذه المباريات يجب أن يكون هناك حذر شديد. لا جازيتا ديل سبورت الإيطالية، ماروتا يريدون كاردي، نحن أيضا نريد ديبالا. هذا كانت أبرز العناوين، مزيد من التفاصيل تابعونها بعد قليل في سياق الحلقة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، نبدأ جولتنا بالصحف القطرية، نتابع ماذا جاء على غلاف الملحق الرياضي صحيفة الراية القطرية. هذا العنوان الكبير يقول، يتصدى له الغرافة والريان اليوم في مواجهة ممثلي إيران على طريق الأبطال، تحد أسيوي جديد. صفحة التالية صحيفة الراية، نتابع أيضا هذا تقرير بعنوان الكرة في ملعبي الفهود والأسود، الهدف إنجاز المهمة الإيرانية المزدوجة، إنجاز الأدعم يفتح سقف طموحاتنا القارية، مطلوب تعزيز المرحلة الأجمل والأفضل في تاريخنا بتأهل الفريقين. في التقرير أيضا، الفريقان يستمدان العزم من التميز القاري في مواجهة الفريقين الإيرانيين. الراية حاورت هداف آسيا وأفضل لاعب في القارة المعز علي ويؤكد فيه. أتمنى الاحتراف في أوروبا، لعب هناك مهم للتطوير، وفضل البداية فرنسا وألمانيا. المعز يقول أيضا، كوبا أمريكا بطولة تحضيرية، أتمنى أن ترفع الضغوط عنا كلاعبين. اللاعب الأدعم مسؤولية كبيرة، وإنجازنا الأسيوي لكل العرب، ويضيف كأس آسيا إنجاز تاريخي، ولكن يجب أن يكون البداية وليس النهاية. المحارب لا يهرب، وإصابتي بالشرخ في الساق لم تكن عائقا أمام تحقيق حلم إصابتي. حدثت في مباراة كوريا وتحاملت عليها أمام الإمارات واليابان. حوار آخر أجرته الراية مع قائد الأهلي وسفير الكرة الهولندية بدورينا، ويقول ناجل دي يونغ، نجم الكبير دي يونغ، استمتع باللعب في دوري النجوم، أحببت الدوحة كثيرا وسعدت بالإنجاز القاري الذي حقق المنتخب. مباراة الأهلي والسلية نهائية، والضغط الأكبر سيكون على المنافس. دي يونغ يقول أيضا، فوز في المواجهة القادمة يثبت موقعنا في المربع، أعتبرها بست نقاط، ويضيف فريقي يمتلك كل أدوات الفوز ببطولة ويحتاج فقط إلى اللعب بثقة. توقف الدوري الطويل أثر علينا أمام الإخريطيات، ولكننا سنعود سريعا. انتقل صحيفة الوطن، نقلت ما يدور داخل أروقة الخور، ويقول العنوان نجحي يعود لقيادة فريق مؤقتا أمام قطر، السداسية تطيح بكازوني من الخور. إذن قررت إدارة نادي الخور، قالت المدرب الفرنسي كازوني، من مهمة تدريب الفريق بعد الخسارة العريضة التي تعرض لها الفرسان أمام السد بالجولة 16 دوري النجوم. الإدارة كلفت مدرب فريق تحت 23 سنة عمر نجحي
لخلافة كازوني مؤقتا. نبقى مع الوطن التي سلط الضوء على مباراة اليوم لفرقنا في دوري الأبطال، نتابع ماذا كتبت. شوف مع بعض لدور المجموعات بدور الأبطال الآسيوي، ريان يبحث عن التأهل أمام سايبر تركي بولند، مدرب فريق يؤكد قادرون على حسم الصعود، ونفتقد باري وغومو لإصابة، ما نجم الرهيب وقائد رودريغو تباتا، فيقول جمهورنا سر قوتنا. نبقى مع دور أبطال آسيا، نطالع ماذا كتبت الوطن أيضا. الغرافة في مواجهة الذباهن الإيراني من أجل دور المجموعات الآسيوية الفهود في موقعة العبور. من جانبه يؤكد الفرنسي كريستيان غوركوف مدرب الغرافة أن المواجهة صعبة والحظوظ متساوية، أما يوسف حسن حارس مرمى الفريق فيقول الآسيوية أملنا هذا الموسم. مستمرون مع الوطن، نتابع حوارا مع سعيد المسند المستشار الفني للمنتخبات، ويؤكد أنديتنا ستقول كلمتها في آسيا. الإنجاز القاري تحقق من خلال العمل والمثابرة والعقلية الاحترافية، ساهمت بلوغ النصر. يضيف المسند لاعبون يحتاجون إلى جماهير بالملعب ونجوم الأدعم مؤهلون للاحتراف خارجيا، ولكن بشرط. وطن الشرق، نتابع أبرز ما جاء في ملحقها الرياضي اليوم. في ندوة مركز الدوحة لحرية الإعلام بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، رصد مخالفات خطيرة في حق الأدعم بكأس آسيا. انتقل لصفحة أخرى من صفحات الشرق وفيها نقرأ. في حفل تكريم رائع مسيمير يحتفي بهداف آسيا. استاهل المعز. شرق أيضا نتابع العناوين التالية. الشيخ فيصل بن قاسم يفتتح معرض قدام الأهلي وسط حضور كبير. العميد 69 عاما من الإنجازات. بعيدا عن كرة القدم، طالع أيضا من الشرق القطرية هذا الخبر وعنوانه. تلعبت بالسعودي في زمن قياسي بالطائرة العربية، الشرطة قبضت على الهلال، تأهلت ربع النهائي. من جانب قال علي غانم الكواري رئيس اتحاد القطر الطائرة، الفوز على الهلال طبيعي. أكد الهتمي رئيس جهاز الكرة بالشرطة يؤكد نسير بخطى ثابتة. من الوطن تحاول ملحق الرياضي صحيفة العرب التي أجرت حوارا مع عادل لامي، ويقول جوكر لدعم السابق. من الشرق إلى العرب هذه المرة. لا تضغطوا على أبطال آسيا في كوبا أمريكا، ويقول أيضا من لم يلعب للريان لم يعرف نكهة الكرة وجمهوره، وحشني. بطولة الدوري بعيدة عن الرهيب لهذا السبب. يضيف لامي هذا هو الفرق بين الجيل الحالي وجيلنا، وأسباير كلمة السر. آخر قراءتنا صحف القطرية مع سد الدوحة التي أبرزت تصريحا لأسطورة كرة القدم الإيراني علي دائي تحت العنوان التالي. النجم الكبير ماذا قال؟ أكد صعوبة المواجهة أمام الريان. دائي يهنئ المعز على تحطيم رقمه الأسيوي. جاءتنا على الصحافة القطرية انتهت، نواصل قراءة باقي الصحف العربية. البداية من الكويت ونقرأ من صحيفة الراي الكويتية. وفد الفيفا يبدأ لقاءات مع المسؤولين عن الكرة الكويتية اليوم. اتحاد القدم يبحث استعدادات لاستضافة التصفيات الأولمبية والودية النسائية. نبقى في الكويت لكن هذه المرة مع صحيفة الأنباء ونطالع فيها. رئيس مجلس إدارة صلبخات طالب وزير الشباب وهيئة الرياضة بالالتفات إلى النادي سعد عناد. الخصخصة لن تفيد الرياضة، عانينا الإحباط
من فريق القدم. لدينا 14 لعبة فردية وجماعية ونتائج غير مرضية. نتدرب بمدارس مؤجرة. فريق كرة الطاولة يتدرب في غرفة والمبارزة في ديوانية الرياضيين. يرضيكم؟ عناد قال أيضا لعودة الإيقاف الرياضي نهائيا، وإن عاد فعلينا الجلوس في منازلنا. متفائل بالمستقبل. ننتظر بدء في تنفيذ أستاذ جابر المبارك بفارغ الصبر، وتشييده يحل 90% من المشاكل النادي. صليبخات من أفقر الأندية في المنشآت، وهو أشبه ما يكون ببيت على مساحة 3000 متر. آخر صحف معنا من الكويت صحيفة القبس، ونقرأ منها. في ندوة القوانين الرياضية الجديدة علاقتها بخريطة الطريق، أحمد الفضل سيتقدم مقترح لتعديل مواد في قانون الرياضة. يوسف البيدان تجاهل المادة الخامسة يعرض الانتخابات الطعن. محمد جوهر المشكلة في تطبيق القانون. من الكويت نطير إلى عمان ونقرأ من صحيفة الوطن العمانية. في افتتاح الأسبوع الخامس عشر دوري عمان تل، 3 مواجهات مثيرة بشعار النقاط الثلاث والاقتراب من مراكز متقدمة. أمجيس والشباب لقاء متكافئ. سويق لتعديل مسار يواجه النهضة، ساعي لمواصلة انتصار. نادي عمان للهروب من القاع يستقبل مسقط الباحث عن التعويض. إلى سوريا تابع مقالا في صحيفة الثورة حمل العنوان التالي، عنوان جميل: الجميل والأجمل. هشام اللحام الكاتب الصحيفة تحدث عن الاحتفال بعيد الرياضة السورية. تساءل لماذا يصر قادة الرياضة على الحديث عن تميز وإنجازات وعدد كبير من الميداليات، رغم أن الرياضة السورية ليست على ما يرام، وهي بحاجة إلى إعادة نظر قبل فوات الأوان. جميل أن يقول مسؤول رياضي أن منشآت الأندية المزمع إنشاؤها ستكون نموذجية، لكن الأجمل ألا تعاني منشآت الاتحاد الرياضي الرئيسية من الإهمال، وكلها صور لا تسر أبدا. وكذلك منشآت الأندية، أليس حريا أن ننفق المال وبشكل صحيح على المنشآت الموجودة بدلا من إقامة مشاريع ستتوقف بعد حين لعدم وجود المال اللازم لرعايتها وصيانتها؟ جميل أن نسمع عن استثمارات لأن الرياضة بحاجة إلى مال، لكن الأجمل أن تكون الاستثمارات واضحة وريعها يعود بشكل مباشر على الأندية التي هي حجر الزاوية في البناء الرياضي. جميل أن نحتفل اليوم بعيد الرياضة، لكن الأجمل أن يكون الاحتفال بإنجازات حقيقية، فالعيد الحقيقي للرياضة هو بطولات وإنجازات. جولتنا العربية تتواصل. نصل الآن إلى المحطة الأردنية ونقرأ صحيفة الدستور الأردنية هذا الخبر: منتخب النشامة يفتتح مشواره بطولة الصداقة بلقاء سوريا، حيث يشارك المنتخب الأردني في بطولة الصداقة الثانية لكرة القدم بالعراق. ويبدأ النشامة البطولة بلقاء سوريا يوم 23 مارس القادم، ثم يوم 26 من نفس الشهر أمام منتخب العراق. نذهب إلى العراق بصحيفة الصباح الجديد. نطالع خبر جديد يقول: في مؤتمر صحفي بالأمس اتحاد الكرة يناقش أسباب الإخفاق الأسيوي مع سلوفيني كاتانيتش. إذن أكد سلوفيني كاتانيتش المدير الفني سود الرافدين أن الرسالة التي بعثها للجمهور العراقي قبل بطولة كأس آسيا كانت واضحة، وهي أن البطولة محطة إعداد قوية لتصفيات مونديال 2022، مشيرا لأن فترة الإعداد لم تكن كافية لخوض منافسات البطولة القارية. نبقى في العراق لكن مع صحيفة المدى هذه المرة ونقرأ: تلاميذ سلمان يطلعون إلى إيقاف انتصارات الشرطة. أزمة مالية خانقة تهدد مشاركة الزوراء في الأسيوية. عنوان آخر بنفس صفحة: لاعبون جدد في قائمة كاتانيتش لبطولة الصداقة. إلى صحافة شمال إفريقيا، البداية من المغرب ونقرأ
من صحيفة المنتخب المغربية هذا الخبر. الوداد أفضل فريق في آخر 10 سنوات. تقرير أوضح أن فريق الوداد البيضاوي هو الأفضل على الساحة المغربية خلال 10 سنوات الأخيرة بالأرقام والنتائج، بعدما حصد لقب الدوري 3 مرات وبدوري أبطال إفريقيا مرة واحدة، كما تأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ل4 نسخ متتالية. نبقى مع المنتخب المغربي. تقرير آخر بعنوان لماذا ينتظر أسامة الإدريسي كل هذا الوقت؟ أمين مجدوبي الكاتب في الجريدة الطالبة مهاجم الأكمار الهولندي أسامة الإدريسي بحسم موقفه من الانضمام لمنتخب المغرب قبل فترة توقف الدولية القادمة في مارس. سؤال حير العديد من متتبعي مسيرة المنتخب المغربي الأول بخصوص مستقبل مهاجم الكامار الهولندي أسامة الإدريسي الذي لم يختر لحد الآن المنتخب الذي سيمثله، بعدما سبق له الحضور رفقة أسود الأطلس خلال المباراتين الأخيرتين أمام الكاميرون وكذا تونس. الإدريسي لم يبعث بنفي تأهيله للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والاتحاد المغربي والجهاز الفني للمنتخب بقيادة رونار ينتظران الخطوة التي سيقدم عليها اللاعب في المرحلة المقبلة مع اقتراب موعد مواجهة مالاوي وكذا الأرجنتين شهر مارس المقبل. من المغرب نذهب إلى تونس. نقرأ من غلاف صحيفة الشروق هذه المرة، العنوان شو يقول؟ الترجي يحتفل اليوم بماويته مدينة الثقافة، لاعبون من كل الأجيال وحضور دولي لافت. إذا تحتضن مدينة الثقافة بتونس اليوم حفل مئوية النادي بحضور رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، والمنتظر أن يحضر هذا الحفل العديد من الوجوه الرياضية المحلية والعالمية. نبقى في تونس لكن هذه المرة مع صحيفة الصحافة ونقرأ فيها. يوسف الزواوي المدير الرياضي الجديد نادي البنزرتي مهامي لا تتعارض مع المدرب الأول. البطولة ليست من أهدافنا، طموحنا العودة إلى الساحة الخارجية. ختام مجلتنا العربية اليوم من الجزائر ونقرأ في البداية من صحيفة الشروق. سجل 7 أهداف فريق ينافس على مقعد برابطة الأبطال. أسهم بالفضيل في تصاعد وبالماضي لن يفرط فيه. أبقى في الجزائر. طالع من صحيفة الهداف العنوان التالي. كأس الجمهورية بالوزداد والنصرية في نهائي قبل الأوان، والوفاق يصطدم بعنابة. نبدأ جولتنا العالمية والصحف الفرنسية التي سلطت ضوء على المباراة المرتقبة بين أولمبيك ليون وضيف برشلونة اليوم في ذهاب دور 16 دوري أبطال أوروبا، وكتبت ليكيب على غلافها. ليكيب الفرنسية العنوان البارز فيها صورة واضحة، التحدي الكبير. وضعت صورة ثلاثي ليون حسام عوار ممفيس ديباي وموسى ديمبلي أمام قائد برشلونة ليونيل ميسي. نبقى مع ليكيب. أبرزت تصريحا مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان الذي تحدث عن مشاركة الأندية الفرنسية في دوري الأبطال قائلا: يجب أن نؤمن بحظوظنا في دوري الأبطال. مدرب المنتخب وجه نداء للجميع للوقوف وراء الأندية الفرنسية في دوري الأبطال، مشددا الأندية الفرنسية يجب أن تتخلص من عقدة الخوف، بخاصة أنه بإمكانها أن تذهب بعيدا في البطولة القارية. فرنسا إلى إسبانيا. صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية ألقت الضوء على المواجهة المرتقبة بين برشلونة وليون بهذا العنوان: برشلونة في دوري الأبطال. الصحيفة قالت أن برشلونة
شكل على مدى التاريخ كابوسا دائما للأندية الفرنسية، وله نجاحات كبيرة آخرها ريمونتادا التاريخية أمام باريس سان جيرمان. يشار إلى أن برشلونة التقى مع ليون 6 مرات من قبل في 3 مواسم مختلفة بدوري أبطال أوروبا، كانت بمثابة الكابوس على الفريق الفرنسي، حيث تلقى الخسارة 4 مرات مقابل تعادلين فقط مع نظيره الكتالوني. جانب أبرز صحيفة سبورت الكتالونية تصريحا مدرب البلوغرانا، ويقول أرنستو فالفيردي متخوف من المباراة، في مثل هذه المباريات يجب أن يكون هناك حذر شديد. اعترف المدرب الباسكي أنه لديه العديد من المخاوف من هذه المواجهة التي اعتبرها صعبة، ولهذا فقد حذر لاعبيه من ضرورة التعامل مع هذا اللقاء بكل جدية واللعب بكل تركيز من أجل الحصول على نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة. قال فالفيردي برشلونة سيواجه فريقا كبيرا لم يخسر أي مباراة على ميدانه، ليون فريق مثير للقلق لأن لديه خط هجوم قوي ولاعبوه يعرفون كيف ينتشرون في ملعبهم، ستكون مباراة صعبة. من كتالونيا إلى مدريد، صحيفة ماركا التقت بنجم بورتو إيدير الذي يتواجد على رادار ريال مدريد، ويقول العنوان ميليتاو تبقى توقيع فقط لإنهاء تعاقد مع ميليتاو. صحيفة المقربة من نادي الملكي قالت إن صاحب 21 عاما يعتبر واحد من أبرز المواهب في البرازيل، ويعرف أنه على وشك تحقيق قفزة هائلة في مسيرته، إذ يصر ريال مدريد التعاقد معه الآن قبل أن يصبح حديث الأندية الأوروبية الكبيرة خلال الأشهر المقبلة. وأضافت ماركا أن اللاعب بدأ مسيرته كظهير أيمن ثم تحول إلى قلب الدفاع مثل قائد الميرينغي سيرخي راموس، مشددة عن اللاعب الشاب مدافع ذكي ورشيق. من جانبه قال ميليتاو أنا شخص خجول لا أحب الحديث كثيرا ولا أرتاح أمام الكاميرات، وفضل اللعب 1000 مرة على إجراء مقابلة. لإنجلترا صاحبة ذا صن واكبت انتصار مانشستر يونايتد على تشيلسي في ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بهذا العنوان. بوغبا يحلق مع الشياطين الحمر في ستانفورد بريدج. بلغ مانشستر يونايتد ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد إقصاء حامل اللقب ليضرب موعدا مع ولفرهامبتون في ربع النهائي. يشار هذا الانتصار هو 11 من 13 مباراة لمدرب اليونايتد سولشاير الذي خلف جوزيه مورينيو في ديسمبر الماضي، إذ تعادل المباراة واحدة وخسر أخرى أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا. بهذا الرقم تجاوز سولشاير عدد انتصارات المدرب البرتغالي طوال موسم 2018-2019، إذ لم ينجح مورينيو سوى في تحقيق 10 انتصارات من 24 مباراة لعبها خلال الموسم الحالي. من جانبها نقلت صحيفة ديلي ميل تصريحاً لأسطورة الكرة الإيطالية أليساندرو ديل بييرو الذي أبدى دعم المواطنة موريسو ساري مدرب تشيلسي، مواجهة الانتقادات التي طالته على خلفية نتائج البلوز السيئة مؤخراً، ويقول نجم اليوفنتوس السابق ساري مدرب رائع لكنه يحتاج إلى الوقت. ديل بييرو أكد أن ساري مدرب عظيم لكنه يحتاج لمزيد من الوقت والتفاهم الجيد بينه وبين اللاعبين والنادي، وأضاف أن النادي اللندني قدم بالفعل بعض المباريات العظيمة في بداية الموسم، مشيرا إلى تشيلسي يكون الأفضل لكنه يمتلك منظومة ولاعبين يمكنه العودة مرة أخرى للفوز بالمباريات. نختم جولتنا مع لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أبرزت تصريحا المدير العام نادي إنتر ميلان ويقول ماروتا يريدون إيكاردي، نحن أيضا نريد ديبالا. أثار ماروتا الجدل بتصريحات رد من خلاله عن نظيره في يوفنتوس فابيو
باراتيتشي ألمح فيها بإمكانية تحرك الإنتر لضم باولو ديبالا نجم اليوفي، حال قرر الأخير التحرك لضم ماورو إيكاردي نجم النيراتزوري. ماروتا قال إيكاردي ليس للبيع، هذا أمر محسوم، لدينا يقين بأنه لاعب عظيم قدم الكثير للإنتر وسيقدم الكثير للفريق في المستقبل. نختم طيب المتابعة، ألقاكم دائما على خير ومحبة، في أمان الله وحفظه.